تحية وعودة من جديد لكم مشاهدينا. ويعني ده جمال غنانا السوداني، إنه عبر عن حاجات كثيرة ويتكلم بلسان حال كثير من الناس، نقل كثير من الأحاسيس ونقلت بطريقة جميلة وبألحان جميلة وبأصوات جميلة وطروبة جدا جدا. التحية لكل فنان سوداني، التحية لأسرة كل فنان سوداني رحل وخلف وراه إرث كبير جدا تاريخي وغنائي بنفخر به حتى يومنا هذا. بنرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم وفي ذات السياق اليوم العالمي للصحة النفسية. سعيدة جدا بأن يكون معي داخل الاستوديو الأستاذة وداد عادل إدريس، هي اختصاص نفسي وحتكون موجودة الليلة حديثا عن مفهوم الصحة النفسية. صباح الخير يا وداد. صباح النور، مرحب بك. الله يخليك. كيف أحوالك؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك. منورانا. تمام الله يخليك. الله يديك العافية إن شاء الله يا رب. طيب وداد، إحنا الليلة أول حاجة بنتكلم عن اليوم العالمي للصحة النفسية، لكن قبل كده خلينا ندي كل الناس اللي بتتابعنا مفهوم عام لكلمة صحة نفسية. في الحقيقة الصحة النفسية هي عبارة عن استقرار نفسي للإنسان، يعني الإنسان كل ما يكون مستقر نفسيا كل ما يكون هو بصحة نفسية جيدة. تبدأ من الأسرة، من داخل البيت، بعدين في نطاق العمل، بعد ذاك بتتدرج طبعا في مراحل كثيرة. نعم. الأمانة النفسي أول حاجة للشخص ذاته عشان يكون مستقر نفسيا. نعم. طيب يعني الاستقرار النفسي ده عنده مسببات، أكيد الإنسان عشان يكون مستقر نفسيا في حياته، عشان يكون بيشعر بالأمان النفسي اللي أنت تكلمتي عنه ده، لازم يكون في يعني حاجات معينة موجودة في حياته، في يومه، في محيطه اللي حوالينه، في بيئته. فأنا عايز أتكلم عن الحاجات دي، شنو الحاجات اللي ممكن تخلينا مستقرين نفسيا؟ أول حاجة الاستقرار النفسي بيبدأ من مرحلة الطفولة، البيئة في البيت، الأسرة. بيجي الطفل بيبدأ من الأول التنشئة الأسرية، بعدها بيطلع في نطاق المحيط اللي هو عايش فيه، العمل، داخل العمل. نعم. فالتوتر، القلق، الاكتئاب هو اللي بيؤدي إلى الصحة النفسية غير سليمة. فهذه الحاجات، التوتر، القلق، دي عدم الاستقرار. دي الحاجات اللي ممكن تخلي الناس ما حاسة باستقرار نفسي. طيب شنو الحاجات، أنا يعني عرفنا هسي إحنا إنه القلق، التوتر، الحاجات كلها ممكن تكون مسببات بتخلي الإنسان غير مستقر نفسياً، برضو في عوامل صحة نفسية بتسبب للإنسان هذه السعادة، هذا الاستقرار، هذا الشعور بالأمان. شنو حاجات، يعني مثلاً أنا حبسط لك السؤال، شنو حاجات اللي أنا ممكن أعملها في يومي، ممكن أعملها في حياتي، ممكن تخليني أنا سعيدة أو مستقرة نفسياً؟ زي ما قلتي، أول حاجة السعادة، أنت تكوني توفر لنفسك السعادة والأمان عشان تقدر أنت تستقر نفسياً. إذا ما وفرت لنفسك الأمان والسعادة تكوني متوترة، مقلقة، وده اللي بيؤدي إلى عدم الصحة النفسية للإنسان. نعم. بدأ مراحل العوامل الأولى، هو عوامل صحية جسدية. أول حاجة لازم الإنسان يكون معافى جسديا وصحيا من الأمراض، أمراض كثيرة، منها أمراض القلب، أمراض دي بتؤدي الأمراض العامة. وبعدين في حاجات تانية، عوامل داخلية، داخل الأسرة. الأسرة لما كل ما تكون الأسرة مترابطة، الأسرة ما فيها مشاكل، الإنسان بيطلع مستقر نفسيا من غير توتر، من غير مشاكل، فهذه اللي بتؤدي إلى الصحة النفسية السليمة. قلتي جملة جميلة جدا يا وداد، قلتي إنه لازم توفري لنفسك السعادة والأمان. توفري لنفسك دي خد تحتها خطين، بمعنى إنه كثير من الناس في الحياة يا وداد بيعتمدوا على الأشخاص الآخرين، يعني بيعتمدوا على أسرهم، قد يعتمدوا على أصدقاء، قد يعتمدوا على ناس قريبين منهم، قد يعتمدوا على أقارب في إنهم يوفروا لهم السعادة. ولكن أنا أتخيل ليه ده الخطأ إن إحنا بنقع فيه، في إنه إحنا بنعتمد على الأشخاص اللي حوالينا إنهم يوفروا لنا هذه السعادة وهذا الاستقرار، بل بالعكس الإنسان المفروض يوفره لنفسه. هو لنفسه. طيب خلينا نيجي نتكلم عن
يعني العوامل الصحية أو الصحة النفسية السلبية، بمعنى أنه في كثير من الأمراض اللي بيعانوا منها كثير من الناس متعلقة بالصحة النفسية، منها مثلا الاكتئاب. إذا شخص دخل، ما هو في النهاية المشاعرنا واحدة من الحاجات إحنا ما بنقدر نتحكم فيها، فلو زول دخل مثلا في حالة بتاعت اكتئاب، جاته حالة بتاعت حزن عميق، كيف ممكن يتجاوز الموضوع ده وكيف ممكن يتخطاه؟ الزول بيعتمد على حاجات كثيرة في على نفس حاجاته، يعني ممكن يستعين بصديق هو بيقدر يتكلم معاه عشان يطلع له الحاجات اللي جواه، ممكن يستعين بأقرب الناس له. فأنت لو خليت الحاجات دي جواك مكبوتة فهي اللي بتأدي لك إلى صحة نفسية غسل الاكتئاب فأنت لازم تفرق عن نفسك عشان تقدر وتخلي الروتين اليومي الثابت تغير، دي اللي بتأدي لك السعادة النفسية والاستقرار النفسي الصحيح. حصل مرة سمعت بالمصطلح بتاع بيقول لك مثلا البنت عندها نفسيات أو الولد عنده نفسيات أو الزول عنده نفسيات، المصطلح ده عندنا شائع كثير جدا جدا، لكن ما عارفه دائما احنا بنكون بنقصد به، يعني غالبا دائما بنكون بنقصد به الشخص المتقلب، الزول حالته النفسيه ما مستقره. سمعت بيها مرة عليك؟ هو طبيعي جدا، يعني في حياتنا اليوميه في حياتنا في حاجات زي دي كثيره، لكن هو ما معنى انه الزول ده عنده نفسيات معناه انه مريض نفسي خلاص. نعم. من السهل جدا انك تمشي تستشير طبيب، تمشي لاقرب الناس لك يستعينوك بالموضوع يطلعوك من الحالة دي، لكن هو مصطلح عام ما إنه المفروض يستخدم، لكن الناس شائعا كده هو بيقول الزول ده عنده نفسيات لما يكون ما مستقر نفسيا، دايما مقلق، دايما متوتر، دايما حالاته مشاكل. مختلفة ايوه بيكون مختلف من الحالات النفسية بتاعته. ايوه فعلا. طيب نيجي نتكلم عن المعالجة. كثير مننا يا وداد لو بتتفقي معي بتبدا المشكله في انه هو ما بيحترف اصلا بينه وبين نفسه انه هو عنده خلل نفسي، فبالتالي ما بيقدر يعالجه، وكثير مننا برضه بيخجل من حته انه يمشي مثلا لطبيب نفسي معالج او يمشي لدكتور سايكولوجي يتكلم معاه او يحاول يحل مشكلته، فبيعتبر نفسه هو زول مجنون. طبعا مفهوم خاطئ تماما يعني. فانا عايزاكي هسي من خلال الحلقه دي تكلمي لي عن النقطة دي ومدى أهميتها في إنه الزول يعترف بينه وبين نفسه إنه هو بيعاني من مشكلة أو خلل نفسي معين ويحاول يعالجه. هو طالما ما يحترف معناه ما عنده ثقة بنفسه كاملة. فالإنسان لازم يتوفر له الثقة دي عشان يقدر يقول يا أخي أنا في عندي مشكلة دار أعالجها. أي مشكلة إن كان قلق، توتر، أي عوامل ثانية مثلا إدمان، الحاجات دي. هو لو ما احترف بالحاجة دي ما في زول بيقدر يساعده. لو ما مشى قال يعني مشى لطبيب او حاجه عاديه انه يمشي يستشير انه انا عندي مشكله دايروك تساعدوني فيها. فالموضوع سهل انك تمشي لطبيب ماشي معقد خالص، بل هو بيساعدك في كيف تطلع من المشكله. طيب خلينا ندي كل الناس اللي بتتابعنا وصفه مختصره يقدروا يحققوا بيها السعاده، يقدروا يحققوا بيها الصحة النفسية الجيدة. الترفيه عن نفس أول حاجة ترفع عن نفسك أولا عشان تطلع من روتين لو في زول في الشغل، يعني الأسبوع كله في الشغل لازم الخميس والجمعة والسبت لما ياخذ راحة بيجي راجع بحالة نفسية جيدة أحسن. فأنت تخلي عندك اطمئنان بنفسك وثقة كاملة في نفسك عشان تقدر تحقق الاستقرار النفسي وما يكون في توتر وقلق حاجة. طيب وداد شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم من خلال صباحاتنا السودانية حديثا عن الصحة النفسية. أكيد الترفيه عن أنفسنا واحدة من الحاجات المهمة، نحاول بقدر الإمكان نبتهج، نفرح، ندخل السعادة والفرح لحياتنا، نحظى بحياة نفسية أو صحة نفسية مستقرة. هنتواصل معاكم في الحديث حول هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل الإعلاني. شكرا لكم.